ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ احنا ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن البين سكور او التولز اللي هنبدأ implementation ليها ان شاء الله في الاي سي يو ده من الشهر اللي احنا فيه ده. فاحنا هنبدأ ان شاء الله implement two tools، التو بين اسسمنت تولز اللي هي نيونيتال انف اند انفانت بين اسسمنت سكور اللي هو اللي بنقول عليه النيبس، وده سبيشال ديزاين تول فور نيونيت اند انفانتس في البين اسسمنت. وهنتكلم برضو عن تول تانية اللي هي الفلاك بين اسسمنت تول، ودي برضو بيدياتريك بين اسسمنت تول. دي برضو تول اتعملت للايدج من 1 تو 7 ييرز، فلو عندي عيان عمره من الانفانت او النيونيت اللي هو اقل من سنة، اللي هو من 0 ل 28 يوم اللي هو النيونيت، الانفانت اللي من 28 يوم او من 29 يوم اكشلي يعني لحد سنة ده الانفانت، فهستخدم له النبس. لو هو اكتر من سنه فهستخدم الفلاك. طيب النبس دي هي تول فيها بتتكون من تسع اليمنتس اللي هم على الشمال دول اللي احنا شايفينهم. التسع اليمنتس دول هم الفيشال اكسبريشن، الكراينج، البريثنج باترن، الارمز، ليجز، الستيت اوف اراوزال، والهارت ريت، والاكسجين ساتوريشن. طيب انا كل فاريبل عندي او كل elements of assessment يا اما اديله سكور، على هبص كده على اليمين عندي سكور يا اما 0 يا اما 1 يا اما 0 1 2. ففي بعض الفاريبل 0 او 1، بعض الفاريبل التانيين من 0 ل 2، وفي الاخر باجي اجمع التوتال سكور. او ان انا على التوتال سكور بشوف انا في انهي كاتيجوري من البين سيفيريتي، وبشوف انا هعمل انهي انترفنشن بالظبط. طيب عندي اول variable اللي هو الفيشال اكسبريشن. الفيشال اكسبريشن هو اول variable هنتكلم عنه، لاما العيان الفايندنج بقى. فعندي التول نفسها فيها variable اللي هو element of assessment، وعندي الكلينيكال فايندنج او الفايندنج اللي هشوفها على العيان، ودي اللي بناء عليها هدي البوينتس او السكورينج اللي على اليمين اللي احنا شايفينه. فاول واحد الفيشال اكسبريشن عندي اول حاجه ريلاكسد او ريستفول فيس، او بنسميه نيوترال بوزيشن او النيوترال اكسبريشن اللي هو الوضع العادي بتاع الطفل، اللي هو الفيس النيوترال الوضع الطبيعي، مش جريمسنج، مش بيأجيتيت، مش مفيش اي فيشيال تنشن على الماسلز بتاعت الفيس نفسها. فلو هو ريلاكسد او نيوترال بوزيشن او الوضع الطبيعي اللي بنقول عليه بياخد سكور 0. طيب لو هو جريمسنج يعني تايت فيشال ماسل، يعني بيجرمس الفيشال ماسل كده بيحصل لها جريمسنج او تايتنس، او فورورد برو. الفورورد برو اللي هو الاي بروز كام توجذر، او التشين في التشين او الجو. فلو في اي جريمسنج واضح على الوش بتاع البيبي هياخد سكور 1. طيب ده بالنسبه لاول بوينتس. تاني بوينت اللي هي الكراينج. الكراينج لو عندي نو كراينج اللي هو الكوايت او نوت كراينج ده ود سكور 0 برضو، او ويمبر او مايلد مونينج او انترميديت كراينج اللي هو بيعيط شويه يسكت شويه، او في مايلد مونينج اللي هو بيعيط على فترات قليله ده ياخد سكور 1. طيب لو vigorous crying اللي هو loud screaming او shrill او continuous crying ده ياخد سكور 2. طيب لو انا عندي عيان ventilated ينفع استخدم التول دي لعيان ventilated؟ لو عندي عيان ventilated وانا بأسس البين بتاعه، فعندي حاجة اسمها silent crying. لو عيان عنده بيعمل او intubated في silent crying، هاعتمد على الكراينج من الفيشال اكسبريشن او الفيشال موفمنتس ده هياخد سكور 2. فيبقى لو في aggressive crying او silent crying في العينين في البيشنت الانتوبيتد ده هياخد سكور 2. طيب الاليمنت الثالث اللي هو البريثنج باترن. وفي البريثنج باترن لما البيبي عنده usual pattern for the infants اللي هو النورمال العادي جدا، وفي النورمال هنا انا بتكلم عن النورماليتي ريكوردنج لي الريت والافورتس، يعني هل ده طبيعي ان الانفانت مثلا اللي هو عنده 6 7 شهور يبقى نفسه 80 بريث بير مينيت؟ لا طبعا مش طبيعي. فاحنا بنتكلم عن اليوجوال كونديشن او النورمال كونديشن. لو هو في النورمال ريت وباترن
ومفيش ايفورتس، ده ياخد سكور زيرو. طيب لو عندي تشينج ان بريثنج باترن، زي ايه التشينجنج اللي بيحصل؟ الريجولاريتي. الريجولاريتي هنا انا احنا عارفين طبعا ان الريجولار باترن اللي هو الوضع الغير منتظم ده طبيعي في الانفانتس والنينيتس. طيب انما هنا يقصد بالريجولاريتي اللي هو الريجولار اكوردنج للكونديشن، يعني هو ده مش طبيعه العيان ده. فاستر ذان يوجوال اللي هو تكبنك، جاجنج في جاجنج ريفلكس او بريث هولدنج، اي واحده من الفايندنج دي يبدا ياخد سكور واحد. طيب الفاريبل الثالث اللي هو الارمز الابر اكستريمتيز، يعني لو ريلاكسد يعني مفيش تنشن عليها، ريلاكس جدا بتتحرك معاك بسهوله. وفي الريلاكسد هنا هنحط في دماغنا او في اعتبارنا البوينت بتاعت اللي هو ان النونيتس في العادي عندهم او في الايرلي انفانسي ان بيبقى عندي كلينشنج فيتس، الفيتس بتاعت الطفل وتبقى كلينشد بيبقى مقفلها. طيب لو انا دلوقتي وعامل لي كلينشنج فيتس يعني قافل ايديه وانا بعمل اسسمنت للجزء بتاع الارمز، الارمز بالابر او الاور اكستريمز عامه، يعني لو انا بفرد ايديه وبتتفرد معاه بسهوله جدا يعني، يبقى ساعتها هياخد سكور اللي هو كانها ريلاكسد يعني، فياخد سكور زيرو. فلو ريلاكسد خد سكور زيرو هيبقى نو ماسل ريجيديتي، ما فيش ريجيديتي في الموفمنتس خالص. اوكيشنال اور راندوم موفمنتس اوف ذا ارم، بيحرك دراعه كده حركات بسيطه. طيب لو فليكسد او اكستنتد، طيب يعني ايه فليكسد او اكستنتد؟ لما تكون تنس، لما يكون ستريت ارمز، لما يكون ريجيد اور رابيد اكستنشن او فليكشن، فبيحرك ايديه بسرعه جدا او في ريجيديتي في الموفمنتس، ده ياخد سكور واحد. طيب الستيت اوف اراوزل، ستيت اوف اراوزل يعني درجه فوقانه. فلو انا عندي بتكلم على الستيت اوف اراوزل يبقى بتكلم عن السليبنج باترن، سليبنج باترن بتاع البيبي، هل هو سليبي او سليبنج، اويك، كوايت، بيسفول، سليبنج اور الارت اور سيتلد، سيتلد يعني كالم، فياخد سكور زيرو. لو فاسي، فاسي يعني بيعمل رابيد موفمنتس اللي هو بنقول عليه كده الفراك، فلو في فاسي موفمنتس فبيتحرك ريست وفي ريستلسنس، فده ياخد سكور واحد. طيب الهارت ريت، الهارت ريت لو انا عندي وزن 10% اوف ذا بيز لاين، يعني انا جيت استلمت العيان بتاعي ولقيت الهارت ريت بتاع العيان كان مثلا سي هنقول 150، وبعد شويه وانا بعمل بين اسسمنت لقيت هارت ريت العيان 165، فانا ال 10% من ال 150 اللي هم 15، فلو وزن ال 10% يعني تشينجينج من البيز لاين بتاعي 15 على 150 دول، ده نورمال، ده عادي هياخد سكور زيرو. اللي هو احنا عارفين عندنا بوزيشننج فايتال ساينز اللي هو تشينجينج في هارت ريت مع تشينجينج البوزيشن، او كونديشننج يعني لما بيعيط او بينام او بيعمل بيحصل تشينجينج في الفايتال ساينز، والهارت ريت واحده من الفايتال ساينز. ف لو انا عندي حصل تشينجينج في العشر في الفايتال ساينز في الهارت ريت سوري 10% من البيز لاين بتاع الطفل، فده طبيعي هياخد سكور زيرو. لو حصل تشينجينج 11 ل 20% من البيز لاين، فلو هو ال 150 ده لقيته 170 لقيته 180، فده ياخد سكور واحد. لو اكتر من 20% من البيز لاين اللي هو اكتر، لو هو كان 150 لقيته اكتر من 180، فده ياخد سكور اتنين. تمام. طيب الاوكسجين ساتوريشن، وهنا يعني في التو فاريبلز دول هنتكلم عنهم دلوقتي في سبيشال كونسيدريشن، يعني مع سبيشال بيشنتس. الاوكسجين ساتوريشن بتاع الطفل لو هو مش محتاج اكسجين اكتر تو مينتين نورمال اوكسجين ساتوريشن فور كونديشن، يعني ايه؟ يعني انا مش شرط يبقى اوكسجين ساتوريشن بتاع العيان 100%، احنا عندنا سينوتيك بيشنتس او سينوتيك هارد افكتس، فبعض العيانين عندهم سينوتيك هارد افكتس دول السبيشال بتاعهم بيبقى 80 70 65 60 اكوردنج للكونديشن بتاعته واكوردنج للاكسبتد ساتوريشن بالنسبه له. فلو انا عندي الساتوريشن نورمال فور كونديشن فهو سكور زيرو، او مش محتاج اكسجين اكتر عشان تمنتين الاكسجين ساتوريشن فور نورمال للكونديشن اللي هو فيها هياخد سكور زيرو. لو انا محتاج اعلي الاكسجين عشان بيعمل بقى بريث هولدنج عشان بيأجيتيت، فده محتاج بديله سكور واحد. طيب جيت انا خلصت، سوري، التو بوينتس اللي كنا هنتكلم عنهم
اللي هي سبيشال اوكسجين ساتوريشن فور كونديشن، والهارت ريت للعينين اللي على فيس ميكر عين كومبليت هارت بلوك، والهارت ريت بتاعه مثلا بيست هو مثلا، فلو عيط مش هيحصل اكزجريشن من الهارت ريت، فساعتها هنسكيب البوينتس بتاعت الهارت ريت. تمام. طيب لو انا دلوقتي جيت خلصت السكور بتاعي، لو انا جمعت دول كلهم البوينتس الفاريبلز دول البوينتس، هلاقي البوينت كلها من 10، يعني السكورينج من 10. طيب انا عملت البين اسسمنت بتاعي وطلع السكور 6. طيب انزل بقى للجايد لاينز فور بين مانجمنت، ازاي هعمل بين مانجمنت، المفروض اعمل ايه عشان اعمل بين مانجمنت، عشان اعمل كوريكت بين مانجمنت. اول حاجه هشوف الكاتيجوري انا في انهو ستيج من البين مانجمنت سكور. فانا لو من 0 ل 3 السكور بتاعي من 0 ل 3 فانا في مايلد بين، لو السكور بتاعي من 4 ل 6 فانا في مودريت بين، لو السكور بتاعي من 7 على 10 فانا في سيفير بين. تمام. طيب لو انا مايلد بين، لو انا جيت السكور بتاع العيان 3 مثلا او 2 او 1، فانا عندي مايلد بين، عندي حاجات نون فارماكولوجيكال، دي بنسميها البريماري ميثودز. البريماري ميثود دي هي الحاجات الفيرست اللي لازم ابدا بيها اي حاجه، سواء حتى مودريت او سيفير، دي اول او الانيشال ستيب اللي بتبدا بيها. فانا زي ايه مثلا البريماري ميثود؟ باسيفايرز، بدي بحط له باسيفايرز، ممكن يكون هو الاجيتيشن اللي هو فيه ده او البين مثلا من ان هو في بحاول ديستورب او دايفرت الاتنشن بتاعه، ان انا احط له باسيفاير فيبدا يساك فيها، فانا بينسى او بيبدا خلاص البين ريزولف او الاجيتيشن بتاعه ده تقل، اللي هو ان انا اشيل البيبي، نون نيوتريف ساكينج اللي هو انا بديله اي حاجه نص فيها زي الباسيفاير اللي احنا بنتكلم عنها اشيله، اديكريز الانفيرومنتال ستريس او الاستيمولاي اللي هو ما اخليش في دوشه، اطفي النور، اقلل الهاندلنج، ما اعملش ديسكمفورت ليه لو هو ان بين وانا هو لسه انا بعمل البريماري ميثود، فاقلل ما يبقاش في حاجات بتعمله ديسكمفورت، ادي كريزي الهاندلنج بتاعه، اخلي له تايم اوف ريست، اسيب العيان ينام. طبعا عملت الحاجات دي النان فارماكولوجيكال دي او البرايمري ميثود وما جابتش نتيجه، يبقى انا عندي لو انا هدي فارماكولوجيكال بقى يبقى هدي حاجه الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، ادي له حاجه كانالجيزك. طيب لو انا مودريت بين زي ما اتفقنا ان احنا هنستخدم البرايمري ميثود هي اول حاجه، فهستخدم البرايمري ميثود ما جابتش نتيجه، يبقى انا هخش على طول او هدخل على طول على الناركوتيك ادمنستريشنز او الاوبييتس، فبدي هنا بولس مورفين مثلا اوبييتس او فيري مينيمال دوز اوف فنتانيل. تمام. طيب لو انا سيفير بين بدي برضو برايمري ميثود هي اول حاجه، بعد كده بدي انترميديت بولسز يعني ريجولر، ادي للعيان 3 مرات 4 مرات في اليوم 5 مرات اكوردنج لي البين ليفل بتاعه، او اكونسيدر الناركوتيك دريبس اللي هي اكونسيدر المورفين انفيوجن مثلا او الفنتانيل انفيوجنز اكوردنج لي الكونديشن بتاعت العيان. تمام. فيبقى انا كده لو انا مايلد بين يبقى هستخدم نون فارماكولوجيكال ميثود، وينفع استخدم فارماكولوجيكال زي الباراسيتامول، او المودريت بين فبرضه هستخدم برايمري ميثود هي اول حاجه، او ينفع ادي ناركوتيك بولس لو انا في سيفير بين سكورنج من 7 ل 10 يبقى انا برضه برايمري ميثود هي اول حاجه، بعد كده هدي انترميديت بولسز يا اما 4 5 مرات في اليوم اكوردنج للكونديشن بتاعت الطفل، او ان انا اكونسيدر ناركوتيك دريب او ناركوتيك انفيوجنز هو مورفين انفيوجن او فنتانيل انفيوجن. تمام. ده بالنسبه لي النبس او النيتال اند انفانت بين اسسمنت سكور. طيب لو انا جيت بقى بعمل اسسمنت ولقيت الطفل او عمره او الايدج بتاعه كان اكتر من سنه او من سنه ل7 سنين، فهستخدم له الفلاك بيهيفير بين اسسمنت سكيل. طيب الفلاك ده هي تول، يعني ايه كلمة فلاج اصلا؟ فلاج دي هي بعض الكاتيجوريز او بعض الاليمنتس اللي بيحصل لها
تشينجينج او تبقى انتجريتد مع بعض لما يكون في بين. يعني هيحصل تشينج في الفيشال اكسبريشن، هيحصل تشينج في الموبيليتي، هيحصل تشينج في الكراينج، هيبقى في كراينج مثلا، هيحصل تشينجينج في الـ في البادي موفمنتس. ف لا جمعوا الكلمات دي لو هم فايف خمسه، اللي هي الفيس الليجز الاكتيفيتي الكراينج والكونسولابيليتي. طيب الفيس خدوا اول حرف اللي هو الاف ال اي سي سي وسموه الفلاج. فكلمه الفلاج دي هي اختصار للانتجريشنز بتاعت الكاتيجوريز اللي هي بنستخدمها عشان نأسس البين. طيب انا كل الخمسه كاتيجوريز برضو سكورينج من 0 ل 2 كلهم بقى، كل واحده من 0 ل 2. ففي الاخر في الاند ريزلتس لو انا الخمسه بقوا اجريسيف فورم اللي هما 2 فهيبقى 10، فاللي هو برضو هيبقى السكورينج اوت اوف 10. طيب اول حاجه عندي هي الفيس. فالفيس عندي بالنسبه لي اول لو هو هياخد سكور 0، يعني لو انا هديله سكور 0 فهيبقى no particular expression or smile اللي كنا بنتكلم عليه من شويه في التول اللي قبلها اللي هو النيوترال بوزيشن اللي هو العادي النيوترال بوزيشن بتاع البيبي. طيب لو انا هدي سكور 1 فهيبقى فيه occasional grimacing or frown، frown اللي هو الاي بروث كام توجذر. طيب تمام فده هديله سكور 1. طيب لو انا هدي سكور 2 هيبقى فيه frequent to constant frown اللي هو هيبقى فيه constant eye pros come together او زي اللي بنسميها شويه grimacing او clenched jaw اللي هو بيحاول يكز على اسنانه كده من ال severity of pain. تمام. طيب الليجز، الليجز لو normal position او ريلاكسد عادي جدا ما فيهاش مشكله فهياخد سكور 0. uneasy restless او tense uneasy to move يعني مش سهل انت تحركها. في restless اللي هو لما اجي احركها بيكومبلين من بين، هو هنا بتكلم عن طفل بيتكلم هيقول لي انا عندي بين، انا بتكلم up to 7 years. فا او tense الموبيليتي بتاعتها tense فده ياخد سكور 1. طيب لو كينكينج ليجز او درون اب اللي هو بيثني رجليه ويفلتها فريكوينت ده ياخد سكور 2. طيب الاليمنتس اللي بعده الاكتيفيتي. طيب الاكتيفيتي لو لاينج كوايتلي نورمال بوزيشنز موف ايزلي نايم عادي جدا برضه نفس الفكره بيتحرك بسهوله مفيش مشاكل مفيش كومبليننج فهو سكور 0. squirming او shifting back and forth tense فبيسكوير بيبدا يشتكي بيتقلب من البين او في tensing في الموبيليتي او في الاكتيفيتي فياخد سكور 1. لو arched او rigid or jerking اللي هو الارشينج باك هو واخد الارش بوزيشن rigid او tense في الموفمنتس ده ياخد سكور 2. الارشيت باك دي او الريجيديتي ده بنشوفها شويه مع العيانين اللي هم بيبقوا فاتحين لاترال ثراكوتومي من السيفيرتي اوف بين، فتلاقي العيان فاتح لاترال ثراكوتومي عشان النيرف اندنج في لاترال سايد فيبدا تلاقي البين ان سيفير فورم، وده اكتر عيانين بيكون عندهم سيفير فورم اوف بين. ودايما دايما العيانين اللي فاتحين لاترال ثراكوتومي دول بنحتاج نمشي لهم مورفين انفيوجن، اللي هو احنا لو رجعنا للجدول بتاع المانجمنتس هنا هنلاقي ان انا في السيفير بين اللي هو من 7 ل 10 دايما البيبي بيحتاج يا اما ناركوتيك بولاسز فريكوينت بولاسز او انفيوجن، فاحنا هنا بحتاج امشي مورفين انفيوجن. تمام. طيب الكراينج لو انا عندي نو كراينج awake or asleep يعني هو صاحي او نايم عادي جدا فده بياخد سكور 0. طيب لو في moans او whimpers occasional complain فده ياخد سكور 1. لو في crying steadily او screams or shortness of breath frequent complain دايما بيشتكي ان في بين ده ياخد سكور 2.
الكونسولابيليتي. الكونسولابيليتي لو هو ريلاكسد، لو البيبي كونتنت او ريلاكسد هياخد سكور زيرو. طيب لو هو لو هديله سكور واحد هيبقى ري اشورد باي اوكيجنال تاتشنج، يعني لو انا دايما كده بيبقى فيه اوكيجنال فريكوينت تاتشنج او هاجينج او بينج توك تو، لو انا بحاول ادايفرت الاتنشن يعني، فده هياخد سكور واحد ان انا بشيله بحاول احضنه لو هو سنه صغير او كبير يعني. بحاول ان انا اتكلم معاه ادايفرت الاتنشن بتاعه باي حاجه، بحاجه انيميشن كرتون هيتفرج عليه، احاول اشارك معاه في اي اكتيفيتي مثلا دروينج بتاع لو هو طفل يعني كوبرتيف او هو السن بتاعه يسمح لي الحاجه دي، فده ياخد سكور واحد. طيب اللي هو بقى difficult to console، console يعني صعب ان انت divert الاتنشن بتاعه ان هو ينسى ان هو عنده pain، او difficult to comfort اللي هو برضه مفيش comfort، فده ياخد سكور اتنين. فلو جمعت السكورينج كي هنا في كل فيهم كلهم لقيت نفسي مثلا 10، هترجع لنفس التقسيمه بتاعت المايلد بين والمودريت بين والسيفير بين بنفس المانجمنت، بس هنا كاتبين بوينتس كده عن الهاو تو يوز فلاك، ازاي استخدم الفلاك سكور ده. يعني انا فهمت التول، هي التول سهله مش المفروض ان انا احفظها، التول دي موجوده قدامي، انا بعمل اسسمنت بناء للعيان وهبدل السكور بناء على الكلينيكال فايندنج اللي بلاقيها. فانا هنا مش محتاج ان انا احفظ التول ولا اعرف انا هعمل ايه، انا بس محتاج ان انا ابقى فاهم الكلام اللي موجود جواها، محتاج ان انا ابقى فاهم ازاي اطبقها، محتاج ان انا فاهم امتى استخدمها، وامتى هستخدمها ده هنتكلم عنه دلوقتي. طيب بالنسبه للفلاك، ازاي استخدم الفلاك لو انا عندي البيشنت اويك او عندي البيشنت اسليب. طيب لو عندي البيشنت اويك باوبزرف فروم 1 تو 5 مينتس اور لونجر، اوبزرف legs and body uncovered, reposition the patients or observe activity. فانا محتاج ان انا اوبزرف البيبي من دقيقه لخمس دقائق او اكتر من خمس دقائق according للكونديشن. طيب يا عم انا محتاج ابزورب سوري محتاج اوبزرف لحد الخمس دقائق ليه خمس دقايق او ليه اكتر، ليه مش دقيقتين؟ اكوردنجلي انت هتقدر تكفر البوينتس الخمسه بوينتس في وقت قد ايه. تمام. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا لازم يبقى البادي بارتس بتاعه البيشنت انكفرد، يعني وانا بعمل اسسمنت بتاع البين ما ينفعش ابقى مغطي البيبي ببطانيه او مغطيه بملايه او يبقى جسمه مش اكسبوزد، فمش مش هعرف اسس لو هو كفرد، مش هعرف اسس الليجز موفمنت، مش هعرف اسس الاكتيفيتي. تمام. فانا عندي لازم يبقى ان كفرد. لو هو اسليب فانا بأوبزيرف فور 5 مينتس اور لونجر على حسب الكونديشن بتاعه البيبي. وهنا برضو بيقول لك زيرو هو ريلاكسد اند كومفورت، 1 to 3 mild discomfort, 4 to 6 moderate pain, 7 to 10 severe discomfort or pain or both. تمام. ده بالنسبه لي الفلاك بين اسسمنت تول والنيبس. طيب المفروض ان انا هستخدم هستخدم التول دي كل قد ايه، يعني في العيانين هستخدمهم كل قد ايه. طب هنفتح هنا مع بعض ال frequency of assessment. طيب امتى استخدم ال pain assessment tool او كل قد ايه استخدمها؟ الفريكوينسي اوف اسسمنت بتاعت البين اسسمنت تول معتمده على حاجتين مهمين جدا، اللي هي سوري حاجه مهمه جدا اللي هي الكونديشن بتاعت البيبي والمكان اللي موجود في البيبي. طيب لو انا في انتنسيف كير اريا
within 1 hour of admission، وبعد كده hourly observation لو في needs ان انا اعملها اعملها. طيب لو انا في ال HDU ال high dependence unit within 1 hour of admission، وبعد كده كل من 6 ل 8 ساعات، او لو ظهر اي signs of distress، لو في special care زي ال rehabilitation centers برضو within 1 hour of admission، ولو البيبي شوز اي signs of distress. post operatively ده مهم جدا بالنسبه لنا، hourly for the first 8 hours، يعني لو العيان post operative هعمله كل ساعه لمده 8 ساعات، بعد كده 4 hours كل 8 كل 4 ساعات until 48 hours. فانا كده لو البيبي post operative هعمل كل ساعه في اول 8 ساعات، وهعمل كل 4 ساعات لحد 48 ساعه. تمام، ده بالنسبه للفريكوانسي اوف اسسمنت. فكده احنا اتكلمنا عن النيونيتال بين اسسمنت تول ازاي اعملها وازاي استخدمها، والفلاك ازاي استخدمه وازاي اعمله، والفريكوانسي اوف تول اسسمنت او تول يوزج امتى او كل قد ايه محتاج ان انا استخدم التول دي. بس شكرا.